بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. كديري لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال. عودة من جديد عند أختي رشيدة فوريفر. اليوم إن شاء الله غادي نديرو كيفية التسجيل هنايا في فوريفر، وغادي تتكلمنا على التسويق الشبكي، ياك هذه هي التسويق الشبكي. وغادي إن شاء الله في آخر الفيديو غادي نديرو لي سوان فيزاج، باش هكا ان شاء الله تشوفوا فاطمه في حله جديده بليسوان فيزاج بالمنسوجات ديال فوريفر. ديك اختي رشيده ان شاء الله بينا عندك. ان شاء الله. مرحبا. لا يا بنتي. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me. سلام اختي رشيده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كدير لاباس عليك؟ كدير مع الصحه؟ لك الحمد. شكرا لك على هذه الاستضافه عاوتاني من جديد. مرحبا. الله يعطيك الخير وما كتبخليش علينا في المعلومه اختي رشيده. مرحبا. الله يسر لك امور. عرفي المتتبعه ديالي بيك اللي ما شافش الفيديو الاول. ان شاء الله. معكم رشيده الضبطي، مشرفه مع شركه فوريفر ليفينغ برودكت، اللي الاختصاص ديالها المكملات الغذائيه منتوجات خليه النحل. اليوم غادي نتعرفوا على طريقه ديال التسجيل في الشركه معنا، يعني الناس اللي بغاو يتسجلوا معنا ويخدموا معنا ان شاء الله. وكاينه واحد، وغادي نديروا عاوتاني لي سوان دو فيزاج للاخت فاطمه ان شاء الله، باش تشوفوا لي سوان بلا اباري النتيجه ديالها قبل وبعد ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اختي رشيده قلتي لي غادي نديروا واحد البرومو للمتتبعات ديالنا. فعلا غادي نهضروا المهم على التسجيل والكيفيه ديالو، وهاد الوقيته هادي راه واحد الوقت محدود. كاينه واحد البروموسيون اللي دارتها الشركه بالتسجيل بمبلغ 550 درهم، يعني الناس اللي ما عندهمش الثمن ديال لو باك الكبير وما كيقدوش على الثمن ديال التسجيل ديال 3300 درهم، اولا كاين واحد لو باك اخر باكثر منه، يعني غادي يتسجلوا بمبلغ 550 درهم فقط. غادي ياخذوا واحد المجموعه تاع المنتوجات اللي غادي يجربوها بنسبه 5%، وبها يعني غادي يتسجلوا ويكون عندهم لونغريمو ديالو. الى حققوا جوج نقاط الشهرين، يعني الشهر الاول نقطتان والشهر الثاني نقطتان، غادي يطلعوا الكراد ديال مساعد مشرف وياخذوا لي برودوي ب 30%. هذا بالاضافه للبرومو اللي كدايره لبناتنا بالنسبه لسوان فيزاج، ان شاء الله اللي جات عندك غادي تقدي لها في الثمن. طبيعه الحال هي الله يستر لك امور اختي رشيده. هي خدات برودوي عندها لي سوان دو فيزاج غراتويتمون. تبارك الله عليك. وبالنسبه للثمن ديال لي سوان اللي بغات تجرب غير لي سوان، راني غادي نتهلا فيهم. الله يعطيك الخير خيتي. يلا نبداو ان شاء الله على بركه الله. بارك وبالمشاهدين. الله يستر لك امور اختي رشيده. شكرا بزاف. بسم الله. بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ واحد النبذة على الشركة دابا ونتعرفوا على الطريقة نتاع التسجيل شغلنا. بالنسبة للشركة كما كتشوفوا فاطمة اختي، يعني راها قديمة في العالم، تأسست سنة 1978، تعتبر من أقوى الشركات، كتحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الأدوية والأسلحة. الادويه يعني في المرتبه الاولى، الاسلحه، وكاينه شركه فوريفر يعني هي في المرتبه الثالثه عالميا. تبارك الله. يعني راه مزيانه، يعني خدامه عندها التقدير. تبارك الله. مزيان. كتوزع لاكثر من 177 دوله عبر العالم. لان هي اختصت في ميدان الصحه والجمال، لاباز ديال المنتوجه ديالها الالوفيرا الغنيه عن التعريف، والاسم العلمي ديال الالوفيرا هو الالوفيرا باربادنسيس ميلر. كدير منتوجات خلية النحل، وكدير منتوجات العناية بالبشرة والعناية بالشعر، وكدير المنتوجات التحكم بالوزن. بالنسبة للتسويق الشبكي غادي اليوم نتعرفوا ان شاء الله وناخدو نبدا على الشركة. هذا الشعار ديال الشركة ديالنا. هادو العلامات ديال الجودة، يعني الناس اللي عطاو لكم اللي ثقوا فيكم. أيه. يعني ما مجربينهمش على الحيوانات. بالنسبة للناس المسلمين، حنا كمسلمين الشركة المنتوجات نتاعها حلال. اليهود كذلك متشبتين بهاد النقطة هادي، عندهم العلامة ديال كوشا حلال. المجمع ديال الألوي نتاع ألمانيا، يعني عندنا الشهادة ديالهم،
يعني شهادات عندها ما شاء الله، عندها حتى اللي اجوا مجموعه ديال اللي اجوا ما شاء الله. كما كتشوفوا معنا يعني معروفه الشركه ديالنا بال الالوفيرا مكملات الغذائيه ومنتوجات خليه النحل بروبوليس لا جولي رويال. غادي دابا نتعرفوا على الطريقه ديال التسجيل. قبل غادي نعطي واحد الايجاز في الطريقه نتاع التسجيل. الانسان كيتسجل كيشري واحد لوباك مجموعه ديال المنتوجات اللي فيها لي بيفاب، فيها لي كومبريمي، فيها لي مساج، المهم مجموعه نتاع لي باك كيتشرى ب 3300 درهم. من غادي يشري هذاك لوباك صافي راه عنده لونغريمو ديالو، عنده لو مودو باس، راه مقاول ذاتي مع الشركه. كياخذ اول حاجه النسبه ديال 30%. الطريقه ديال العمل يعني كيترتكز على اربعه ديال الاساسيات. استهلاك، ضروري الانسان يستهلك الحاجه باش يعرف القيمه ديالها ويعرف واش فعلا عندها قيمه او لا. ما يمكنش تمسحي بواحد المنتوج وانت ما عارفاش يعني واش عندها مفعول مفعول ايجابي ولا لا. ثاني حاجه المشاركه، انا استعملت واحد المنتوج راني غادي نشاركه معك. التسويق الشبكي شنو هو؟ مثلا مشيت لواحد المطعم كليت فيه عجبتني الماكله، عجبني السيرفيس، عجبوني لي سالاد، كلشي مزيان، واش غادي نخلي هذاك المطعم غير هكا عندي بحالي انايا؟ ملي كنمشي كنبارطاجيه مع صحاباتي نقول لهم هذا الريستو واش زوينه ولا ما زويناش. هو هذا التسويق الشبكي. يعني بوش الوغاي. انا مشيت لواحد الريستورون كليت عنده عجبني، غادي نتصل باختي نقول لها ملي تبغي تدي وليداتك غادي تمشي لهذاك الريستورون، راه زوين، ها فين جاي ها فين جاي. غادي نقولها لجارتي، غير الناس اللي تلاقيت معاهم غادي نقولها لهم. نفس الشيء واحد الانسان غادي ياخذ عليك مثلا انستيك ولا ماساج ولا معجون اسنان ولا اي برودوي غادي يعجبو، غادي ينصح به الناس اللي عزاز عليه. يعني بحال الناس اللي كيقولوا كيفيه الترويج وهذا، راه الامور بسيطه. يعني يكفي انك غير تبلغ بالراي ديالك واحد القلب. تكوني استعملتي المنتوج والمنتوجات راه كيستعملتيها والحمد لله ما كتحشمش، سيرتو كتجيب واحد المده طويله. الناس اللي كيقولوا المنتوج غالي، راه الا شريت مثلا ايكرون ب 263 درهم وجلس لي 9 شهور حتى العام، انا بالنسبه ليا ماشي غالي. يعني راه مزيان، راه رد فلوسو. وغادي في لي سوا غادي نشوفوا الكونتيتي شحال غادي نديرو وكيتمشى في الوجه كامل زياده على انه طبيعي. هذا هو التسويق الشبكي ديالنا. بالنسبه للفيديو السابق اللي كنا درنا استعرضنا فيه بعض المنتوجات ديال فوريفر، اللي ما كانش شافت الفيديو غادي نخلي لكم لو ليان في اول تعليق هكا باش تعرفوا حتى الفوائد ديال هاد المنتوجات. هكا باش يتشجعوا حتى بناتنا ان شاء الله اللي بغات تخدم على راسها تواصل مع اختي رشيده وهي تزيد تفهمكم. اليوم غادي نعطيوكم هكا بعجاله باش ما الفيديو ديالنا ما يجيش طويل بزاف. واخا مرحبا اختي، زيدي كملي لنا. الو، قلت لك الاستهلاك، من بعد لو بارطاج يعني نشارك مع الناس اللي كنعرفهم هكذا، يعني الناس غادي تعرف، غادي تبقاو يتواصلوا معاك. مع كنديروا تكوينات نتاع تقنيات البيع هنا في المكتب وفي الاجتماعات وباغ ويب، يعني حتى الناس اللي مثلا بعد غادي يحضروا معنا باغ لو ليان في جو تو ميتينغ وغادي يعرفوا تقنيات البيع. ممكن اننا نديروا لهم بوتيك اونلاين، مثلا السيد واخا راه في فرنسا غادي يجمع عنده ناس وبجو تو ميتينغ غادي يحضروا كل واحد من البورطابل ديالو او لا بورطابل واحد ولا بي سي واحد، وكل شيء جالس وكيستمع وكيستافد، كل شيء يستافد يعني يدخل في غادي يستافد من التكوين، يولي عضو حتى هو بطبيعه الحال. مع الاستمراريه راه غادي يكسب يعني بزاف ديال. غادي نهضروا على المزايا ديال الشركه بعجاله. العمل الحر، الانسان ما كيكونش مقيد بالوقت والزمان والمكان، يعني الانسان كيخدم من الدار ديالو او لا من المكتب وفي وقت ما بغى ومع من ما بغى.
يعني ما تحتاج السيدة أنها تخرج من دارها؟ لا ماشي بالضرورة تقدر تخرج، يعني تقدر تسوق المنتوجات ديالها مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي مع جواراتها، مع يعني كاين بزاف ديال الوسائل ديالها. يعني احنا عشنا هذه المرحلة في مرحلة كورونا، كان الحجر الصحي وناس ما شاء الله نسبة المبيعات زادت، الناس اللي طلعوا في ليغراد في ديك لوكيتان تاع كورونا كانوا يخدموا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك سيرتو يمكن. طبيعة الحال الميزه الثانيه ماشي محصور، يعني الناس اللي غادي تخدمي معاهم تقدري تسجلي معاك ناس سواء هنا في المغرب او لا خارج المدينه اللي انتي فيها او لا خارج البلد عبر العالم. انتي هنا ممكن تحتضني واحد يعني تدخليه معاك في الريزو في فرنسا او لا اسبانيا او لا بلجيكا. شرط مهم هذيك الدولة يكون فيها سياج ديال فوريفر، دومين يتقطع دابا اللي مازال ما وصلتهاش. دابا كتوزع الشركة ل 177 دولة، يعني كاين بعض الدول مثلا العربية، مثلا كاينه مصر اللي مؤخرا يلاه غادي تدير فيها لو سياج، وكاين بعض الدول يعني اللي ما كاينش فيها لو سياج، هما الأغلبية ديال دول العالم موجودة فيها. اختي رشيدة سمحي نقطع لك هضرتك، أنا على حسب الفكر ديالي أن كل واحد كان عضو مع شي حد آخر، يعني كيقدر يجيب معاه أعضاء حتى هو، هذاك اللي كيجي جديد حتى هو يدخل معاه أعضاء، وكل واحد يستفاد من نسبة ديال. انتي في شرحي لنا هذه الفكرة. إلى الخدمة ديال الشركة كتركز على واحد الجناحين، جهة ديال البيع كتربحي مجموعة نتاع النقاط، كل منتوج عنده مجموعة نتاع النقاط. الناس اللي بغات تفهم أكثر يتواصلوا معايا ويجيو هنايا للمكتب ويكون واحد التفسير، حنا يعني غادي نبينو لهم بالبيسي واحد المقاطع باش يفهموا. هاد التسلسل الشبكي واش فيه الربح بالنسبه للاخوان والاخوات اللي غادي نحلو؟ غادي نهضروا على النسبه نتاع الارباح. واو. وما تركزها الجناح الاخر على الاحتضان. الاحتضان هو انك تدخلي في الريزو ديالك ناس تحت منك، اعضاء جداد. واو. هذه هي يعني من جهه البيع ومن جهه الاحتضان. يعني مين كتبيعي راه كتستافدي بواحد النسبه من داك المنتوج في البيع ديالك، والناس الاعضاء اللي كتدخليهم معاك حتى هما كتستافدي بواحد النسبه. بطبيعه الحال بالنسبه لاول كراد مساعد مشرف كيكون لو باكيت تشرب كي 1300 درهم كياخذوا عليه نسبه 30%، والا كانوا اكتيف. ما معنى اكتيف؟ يعني الا كانوا خدامين وحقوا 4 نقاط شهريا، سواء الريزو ديالهم عندهم ما عندهمش، خدموا ما خدموش، يعني غير هو يكون خدام وكيدير لي كوموند ويحقق 4 نقاط، الشركه كتزيد له نسبه ديال 5%، كترجع 35%، يعني بشرط يكون هو اكتيف. سينو راه عنده 30% الارباح على البيع على كل منتوج، يعني كل منتوج غادي ياخذ عليه 30%. بالنسبه للاحتضان، اي واحد دخلتيه الشركه كتعطيك عليه واحد العموله. يعني ما غاديش مثلا تدخليه راه الشركه غادي تكافئك مزيانه، هذه انك دخلتي لها واحد العنصر جديد غادي تكافئك. بالنسبه لسلم النجاح يعني الدرجات غادي نتعرفوا عليه. هذه بالنسبه للمكافآت ديال التسويق. مكافآت بالنسبه للمساعد المشرف كياخذ نسبة 30%، إلا كان قلنا إلا كان أكتيف يعني كيحقق 4 نقاط في الشهر غادي تزيد له الشركة 5%، تولي 35. الرتبة الثانية خصو يحقق 25 نقطة وغادي يبقى ياخد 38% نسبة على المبيعات، حتى الكراد ديالو يطلع يولي مشرف. 20% الناس اللي كيتسائلوا راه ما غاديش يخدمها غير راسو، غادي يخدمها مع الريزو ديالو مع الاعضاء اللي دخل، يعني هو كتحسب له النقط ديالو خصو يحقق 4 نقاط. والناس اللي دخلهم مثلا 2 أو 3 حتى هما يحققوا هذيك النقاط وكتحسب له حتى هما كيتحسب لهم راسهم، وهو اللي دخلهم يتحسب له ليه وليهم. أيه. مزيانه يعني العمل الجماعي. شوفوا البنات راني كنهضر معكم بالدارجه، بغيت نفهمكم لانه كاين بزاف ديال الاخوات اللي ما فاهمينش هذه القضيه. يعني هذا التسويق الشبكي فيه بزاف ديال الربح الاخوات، يعني الا كنتي خدمتي راسك راه الربح راسك، الا دخلتي معك البنات اي حاجه هذاك البنات يبيعوها انت تكوني دخلتيهم حتى انت تستافدي.
والشبكه كتطلع، عاود البنات اللي موراك الا جابوا بنات اخرين كتستافد منهم وانت تستافدي منهم كاملين. بطبيعه الحال هذه هي، خصوصا ان يعني قلنا الاحتضان راه واسع، ممكن تحتضن هنا او لا خارج المغرب. الو كان عندنا المرتبه الاولى مساعد مشرف، من موراها مشرف تحقيق 25 نقطه، من بعد رتبه مساعد مدير اللي كتاخذ دابا غادي تطلع النسبه ديال الارباح تولي 42%. من موراها نسبه مدير غتبقى تاخذ نسبه 48%، يعني تقريبا نص بالنص. هذا راها نصف نص مع الشركه، بحال اللي ولاو بحال اللي ولاو الشركاء ديال الشركه. اختي رشيده، 48% راه نسبه مهمه كبيره. انا بغيت غير البنات يعني ما يستهونوش بهذا النسب، لان بحال مثلا 35% راها سالير ياك اختي، داك الشيء اللي كاين هنايا. يعني العمل كيرتكز مع الفريق، يعني بالنسبه للرتب ضروري يكون كل واحد يدير الفريق ديالو، انت والجروب ديالك، هذوك اللي تحت منه حتى هما غادي يديروا وليداتهم، حنا كنسميوهم وليداتنا وهكذا، والعائله تكبر. يعني حتى انا كنسمي المتتبعات بنات الوجديه، واخا كاينين اخوات اللي قدي في اللاج، وكاين امهاتي يعني ميمات ديالي هما بناتي، بنات قناة الوجدية، تنسموا بحال هكا. يلا اختي مرحبا. دايا حنا هضرنا على الأساسيات ديال العمل ديالنا، الاستهلاك، البيع، الاحتضان، والتكوينات، باش الإنسان ياخذ واحد الباكاج مع راه بلا تكوين ما كاين. يعني مين تكوني تهضري، ماشي هذاك اللي كتبيعي لها تحس بك الراس خاوي، يعني خصك تقنعيها. بحال دابا أنا راه واخا المعلومات كاينة في البيس، راني كندوز وكنهضر معاك، لأن راه يعني الراس راه عامر، فاهمه شنو. والناس اللي ما فهموش وبغاو يفهموا اكثر يتواصلوا معايا، مرحبا والف مرحبا. الله يسلمك مرتي يعني ولا يقدروا يجيو عندكم هنايا للمركز، هنايا خواتاتي تيشوفوا راهم كيجتمعوا كاملين وكيديروا لهم دروس هنا تكوينات، باش هكا من يبداو يخدموا معكم يكونوا ملمين بالحرفه بهذه الخدمه. ونهضروا بالتفاصيل، لان الا جينا دابا نهضروا على التفاصيل غادي الفيديو يجي طويل. واه اختي واه، غير ما تطوليناش، واه زيدي يلا. الله يسلمك، بغيت ماشي على الفيديو يكون طويل، انا بغيت البنات يستافدوا. كل ما كان الفيديو طويل ما كيبغيوش يكملوا معنا الفيديو. فعلا اللهم يسر. هذا التسويق الشبكي التقليدي، المصنع اي يعني اي منتوج كيديروا له الاشهار، كيمشي للناس اللي كيستوردوه، من بعد عاد كيمشي للشركه اللي كتوزع، والبيع بالتجزئه عاد كيوصل للمستهلك. وبطبيعه الحال كل حاجه راه كتاخذ النسبه ديالها، كيوصل للمستهلك بداك الثمن. الشركه يعني كتكون من الشركه الى المستهلك، هذا هو التسويق الشبكي. يعني من المستهلك للموزع، يعني اختصروا الطريق، الموزع غادي يبيع للمستهلك ديريكتومون، والناس اللي كيبغيو يستافدوا حتى هما يكونسومي، وهذا بزاف اللي كيدخلوا غير باش يكونسومي وموانشي. كاين اللي عنده مثلا مشاكل في الصحه ديالو وعاجبو البرودوي كيشري الراسو، كيتسجل باش يكونسومي موانشي، وهو راه كيكونسومي راسو يعني الفائده الصحه ديالو، وفي نفس الوقت راه طالع له واحد الميزانيه ياك اختي. اللهم يسر. كاين الارباح عند بالنسبه للخدمات والاشراف على التكوين، كاين الارباح عند طلب المنتوجات، يعني من كديري كوموند وكتبيعيها راه عندك ارباح نتاع كل واحد والنسبه ديالو، وكاين ارباح عاوتاني ومكافآت بالنسبه للاحتضان. هنايا لا ما ندخلوا في هذه التفاصيل، يعني غير واحد التقدير بالنسبه للمشرف ممكن انه يدخل حتى ل 2500 درهم شهريا، ممكن قل ممكن اكثر على حسب. المهم هو واش اكتيف واش يخدم واش هذه الرتبه هذه 38% هي الرتبه ديالي. انا بعض المرات كنتجاوز 2500 درهم تبارك الله ما شاء الله. مرات الا ما كنت مريضه ولا كنت عيانه عندي التزامات ماشي مشكل، هذا هو لافونتاج نتاع الشركه. واحد الميزه اللي ما تلقايهاش في الشركات الاخرين فاطمه اختي هو الارث، الكراد كيتوارث من واحد لواحد. نفرض مثلا واحد الانسان يعني يخدم في الشركه ودار ريزو طلع كراد وطلع كراد، او لا المهم بقى على حسب الكراد اللي كيكون فيه،
توفى هذاك الشخص. آه سبحان الله. الابن ديالو اولا الابنه ديالو المهم شي واحد قريب له كيورثوا الكراد ديالو. مزيانه هذه القضيه في انهم يكملوا على هذيك المسيره ديال اللي ورثوا عليه، وهو يعني ما يطيحولوش في الكراد ولا يبقى في نفس مزيانه اختي هذه هي الميزه. وقلنا على الوقت والحريه هذه راه حنا هضرنا عليها. هذه بالنسبه للمناجر يعني المداخل ديال المناجر اللي عنده نسبه ديال 48%، المداخل كتوصل 2000 ومليون و2000 درهم، ممكن اقل ممكن اكثر. يعني هنايا غير نسبه تقريبيه. هنايا مناجر ادجوا يعني مساعد مدير يقدر يحقق 7000 درهم اقل او اكثر، وكياخذ 43% على النسب. تبارك الله عليك اختي، يعني عمل حر وكيجيبوا فيه واحد الخدمه اللي زعما واحد الصالير اللي هو مشرف الصراحه. راه كاين الناس اللي كيكونوا خدامين وما يقدهمش الصالير ديالهم، كيديروا هاد لاكتيفيتي وما تقولوليش ما كاينش الوقت. الوقت كاين. إل سوفي الانسان، انا راني كنت في التعليم يعني غير مع المحيط ديالك تقدري تخدمي، راك عارفه صحاب التعليم كيحكوش براسها. مع ذلك كنت كنلقى الوقت الفور ايفر وكندير مبيعات وحققت كراد وانا باقا في التعليم. اليوم عفا عليا الله، دفعت الاستقاله الحمد لله متفرغه الفور ايفر، لان هذاك السالير يعني كنحقو غير مع فور ايفر، ولا ما حققتوش وكنت عيانه مهنيه في راسي. هنا غادي نعطيو امثله على بعض المنتوجات والارباح ديالها. عندنا مثلا لوستيك ديودورون، هذا الثمن القديم مازال ما صاوبناش شيء، ولكن راه ماشي شي فرق، دابا كيدير 11000 10 دراهم تاع الفرق. الا بعتي مثلا ستيك واحد يوميا عندك 37 درهم، هذه ربح. هذه ربح في الستيك الواحد الا بعتيه يوميا عندك 37. الو في يومين عندها 74 درهم. السيمانه الا بعتي يوميا ستيك واحد 518 درهم. يعني غير في ستيك الا كنتي تبيعي كل نهار واحد راه ميزانيه. ممكن تبيعي واحد، ممكن تبيعي برودوي اخر، تقدري مثلا بعتي ستيك تقدري تبيعي ايكرون معاه، تقدري فهمتوني البنات. هنايا هادو اللي راهم هنايا راه الربح ديالك في كل برودوي، كل برودوي باش الناس اللي باغيين يخدموا يعرفوا الربح ديال كل منتوج. ليكرون في 77 درهم بالنسبه لي الا في السيمانه راها غادي تدوبلا. الا بعتي يوميا مثلا ايكرون في السيمانه الربح ديالو 1078، والا بعتي ايكرون يوميا في الشهر راها 4312 درهم، راها مانده. المهم خواتاتي بالنسبه لي كنظن ان المفهوم راه باين ان كل برودوي راه عندك عليه واحد النسبه مئويه ديال الربح. الا كنتي يعني مواظبه في البيع ديالك راه غير ما هاد لي برودوي اللي غادي تبيعيهم راه عندك فيه صالير. يعني ما نهضروش عاد الا كان سدات واحد الباك واللي كان فيه بزاف ديال المنتوجات يعني كاين البنات اللي تبارك الله يقدروا يجيبوا فايت 5000 درهم غير في شهر واحد. فعلا الناس اللي كتعرف الناس وكتعرف كل كدير تروج الطريقه ديالها كل وحده. عاد نعاود ثاني يعني المثال غير بلبس مرطب الشفاه، مرطب الشفاه الاغلبيه كيستعملوا وشرتو انه طبيعي وعنده عده استعمالات اخرى 19 درهم. الوغ الى نجيو نحسبوها، الى بعت مثلا شهريا كل يوم عندي 1064، الى بعت مثلا 15 الواحد في الشهر عندي نص 500 درهم تقريبا 500 درهم في الشهر. بالنسبه لمعجون الاسنان هادو يعني اللي الانسان ما كيستغناش على هاد لي برودوي ديال ليجيان، 40 درهم الى بعت ستيك برايت واحد، الى بعت جوج 80 درهم وهي طالعه. بالنسبه لزوميغا اللي كنستعملوها للكبار والصغار، وبالنسبه للباك ديتوكس اللي هضرنا عليه المره اللي دازت، التنقيه وتصفيه الجسم والمساعده في انقاص الوزن. الوغ ديتوكس بوحدو غير واحد فيه ربح 500 درهم في النهار، في واحد فيه 500 درهم. الوغ الا بعنا مثلا جوج ديال لي ديتوكس عندنا 1000 درهم. الا بعنا مثلا ديتوكس يوميا تخيلوا معايا راه 2.8 ملايين. تبارك الله. وممكن ما غاديش تحقق كاع هادو، ممكن الانسان مثلا يوميا يبيع مثلا جوج ديال لي ستيك ليبس
منتوجات مختلفة يعني مختلفة غادي يكون عنده واحد البركة. تبارك الله. يعني هنايا هاد الشركة هادي الناس اللي خدامين وما قدهمش السالير ديالهم كيزيدوا واحد الدخل إضافي. راه معنا اللي خدامين في مرجان، معنا دي كيسي أو لا دي تكنيسيان، معنا اللي موظفين والسالير نتاعهم ما قدهمش، معنا في التعليم. يعني بلاش باش اختي رشيدة، حتى البنات اللي جالسين في الدار حنا بغينا، انا هذا هو الهم ديالي. اللي جالسين في الدار راه عندها الوقت الكافي، داكشي اللي كاين يعني تقدر تخدم على راسها من دارها. راجلها عندنا الناس اللي كيقولها راجلها ما تمشيش للمكتب، والله العظيم الا كيخدموا من الدار. لان الكوموند كتجيك حتى للدار، كتحطي لادريس يدق عليك الفاكتور، دير الكوموند نتاعها يمشي راجعها يخلصها لها فوباكاج، يدق عليها الفاكتور تشدها. يعني سواء السيده ولا الاخ حتى الاخوان يقدروا يخدموا معكم. كان عندهم خديمه هكا بسالير فيكس ولا ما كانش عندهم، يقدروا يسجلوا معكم باش يزيدوا يستافدوا ويزيدوا يحسنوا من الوضعيه. مرحبا اختي رشيده، ننتجوا واحد شي واحد اخر. فوتي لنا اختي الفيديو، راهي يعني تمشى صافي. دابا هذا غير الارباح، هنايا واحد النسبه ديال كاينه يعني الناس اللي كيطلعوا الكراد ديال مانجر، كاينه على شك بواحد المبالغ اللي خياليه. خياليه من بلا ما نردوها الدرهم هذيك اخوتي. هنايا الناس اللي جد طموحه وصل الكراد ديال المانجر، فيها واحد عاوتاني من مور مناجر فيها حوايج زوينين بزاف. كتقدي تخدمي على هذا طوموبيل، كتخرجها لك لا سوسيتي بلا كريدي بلا حتى شي حاجه، طوموبيل ديال الاحلام. كاين اصفار اللي خياليه، عطوها كادو. عطوهم كادو تبارك الله. مزيان يعني كتكون عندها شروط بطبيعه الحال ونقاط محققه، وهذا كياخذ طوموبيل. يعني هما غادي يحيدوها له من النسبه ديال الارباح ديالو على واحد المده، هذيك يعني خصها شروحات وخصها فيها عاوتاني الناس اللي هي والفريق ديالها في الكراد نتاع المدير كيربحوا دي شيك بمبالغ اللي خيالي. وغادي نهضر على واحد النقطه اخرى، راه كاين الناس اللي دخلوا معنا فوريفر وكيقول لك ما عطاتني والو. فعلا الناس اللي طموحه وبغات تمشي لبعيد وبغات توصل وخدمت يوميا ودارت الريزو وحيدت عليها هذيك الافكار السلبيه. انا ما كنعرف حتى واحد، وانا لي من غادي نبيع هادشي وانا يا غادي نجيبهم غادي يحصلوا لي فراسي وما يدير حتى شي حاجه. هاد العبارات الشركه ما عطاتنيش، وهذا بحال القسم كلامد نفس الاستاذ. الاستاذ كيعطيهم نفس الدرس، ما غاديش يشرح لهذا على هذا. كاين اللي كيكونوا متفوقين وكيوصلوا، كل اللي كيبقاو جالسين في المكان ديالهم. هادشي اراده اختي رشيده، خصها الطموح، خصها العمل اليومي، خصها الاستمرار. خصك الخير اللي حققتيه انت لا بالنسبه اللي بخدوي ولا بالنسبه للارباح تشاركيه مع الناس ان شاء الله. وسيرتو واحد الحاجه، الناس اللي كيقولوا ايوا انا غادي نبقى نطلع وهذاك اللي فوق مني دخلني غادي يبقى يربح على ظهري، هذه فكره خاطئه. لانه تنتيرها غادي يعاود تجيبي معاك ناس يفوتوا في الكراد. يخدم يفوتوا في الكراد. سبق نهار مي ما كتلقايش هاد الميزه هذه ديما، يعني اللي الفوق كيبقى ديما الفوق واللي تحت منه كيبقاو في نفس الدرجه. التسويق الشبكي ديال فوريفور يعني ما شاء الله واحد التسويق اللي عادل. خدمتي تعطيك الشركه، طلعي ما خدمتيش وبقيتي جالسه وكتسناي الفريق ديالك يخدم يطلعوا لك لي بونص ما كتعطيش. يقدر واحد النهار هادوك يطلعوا ويفوتوا. يعني دايره شرط انتيا خدمي وكوني اكتيف انتيا والمجموعه ديالك تعطيك. بغيتي تاخدي على ظهر الناس ما كايناش هادي. وممكن ان الواحد يكون تحت ويفوق الدرجه ديال اللي دخلوا، يعني الناس باش تتضح لهم الرؤيه. لي اكثر توضيح والناس اللي باغيين التوضيحات اكثر واللي باقي عندهم تساؤلات يتواصلوا معايا يجيو للمكتب. مرحبا والف مرحبا، نشرح معاهم بالتفصيل. يعني الفورماسيون كتكون فيها تقريبا ساعه حتى الاكثر باش يفهموا جميع التفاصيل ان شاء الله. اللهم يسر اختي رشيده. يا بسم الله. انا خواتاتي وصلنا للحصه ديال لي سوا. انا حاولت اليوم في الصباح ما نديرش حتى لي كرون، مانيش دايره في وجهي. المهم ان شاء الله باش يبان لكم لا ديفيرونس.
هيك اختي رشيدة ان شاء الله على بركة الله. مرحبا. هذا فاختي فاطمة الصابونة، يعني عاد حليتها لك فاطمة اختي. الله يعطيك الخير. تقولي راه شي واحد مولفة نقسمها، عرفتي والله العظيم راكي عارفة الظروف، راه والله ما قسمتها. ضروري الصابونية الأول ياك؟ ضروري النظافة ديال البشرة. عاد نديرو ريحتها زوينة ديال السيترون، فيها السيترون، فيها الزبدة ديال الأفوكادو، وفيها الألوفيرا بطبيعة الحال. ألوفيرا يعني لاباز ديال كل. ريحتها غزالة أختي. لا زوينة. أنايا كنصح الناس اللي يديو ليكخون ضروري يديو الصابونة، الصابونية هادي أو لا الصابون السائل. أنايا ديما نسول على الأثمنة. مرحبا مرحبا. لا يا ودي الناس كيبغيو يعرفوا الأثمنة، والمرة اللي فاتت تبقى خاطرهم راه باش نديرو الكتالوج ونقولو الأثمنة ديال كل حاجة. راه هادي الثمن ديالها الجديد واش نقول لك 75 درهم زادوا في الطريف ولا نقصوا؟ زادوا شويه، زاد حال نسبه قليله، ماشي شي حاجه كبيره، زادت 5%. يعني حاجه اللي كانت دير 107 درهم كما لاحظتي قبيله في الطابلو ولات كدير 11000، ماشي شي حاجه كبيره. نقينا الوجه بالصابونه مزيان. عندي شوفي الكونتيتي نتاع القماش. ورينا داك داك لومبالاج ديال. وهذا واش غيدير اختي؟ هذا بالنسبه للقماش. وراه استقيني ما رانيش عارفه الاثمنه، غادي ندخل البورتابل عندي ونجاوبك على هذا السؤال. دوكا حنا درنا يلا الصابونيه البنات، شوفوا البشره كي ولات دايره كتبري. دابا نقينا بالصابونه مزيان، غادي نابليكيو القماش المقشر باش نقشرو الوجه، نحيدو الخلايا الميته. ونحلو المسامات ديال البشره. القماش ما كيندارش يوميا بطبيعه الحال، كاين دار يعني الناس اللي عندهم مشاكل في البشره مضطره في الاول يديروه جوج مرات في الاسبوع، من بعد مره في الاسبوع في العشر ايام كافيه. على هذا الشيء تيوب غادي تابعت الحال تبقى معهم مده. أيه. ما غاديش يجيب غير مده ويكمل، لان القماش ما غاديش. هانتي شتي الكونتيتي اللي درت وراها تمشات لك في الوجه كامل بلا ما نزيد. بالنسبه لهذه الحصه ديال لي سوان البنات رشيده كديرهم 100 درهم، وبالنسبه للبنات قناه الوجديه غادي ديرها لهم غير ب 70 درهم. مرحبا. يعني استافدوا من هذا البرومو اللي راه غادي دير لكم، برومو زوينه خصوصا هذا العيد الكبير، يعني كنبغيو البشره ديالنا تبان نقيه وزوينه، والمنتوجات ديال فورين جاي الاعراس والمناسبات، وكاين اللي عندها البشره يعني متضره وتالفه ما تجي تهلا في راسها. صافي. خصوصا ان راكي لاحظتي بان انا ما عنديش لافابور ديك لا ماشين ديال لافابور. غادي تشوفوا النتيجه في الاخير، هي اللي غادي الصوره يعني اللي بلا ديك الشهاده ديالك اللي غادي تبين النتيجه. دابا غادي نخليو القماش ينشف مزيان واحد 20 دقيقه عاد ونحكم ان شاء الله. دابا غسلنا الوجه ودرنا القماش، قشرنا البشره مزيان، هانتوما كما كتشوفوا بدات البشره كتبان، المسامات كيتحلوا من كنستعملوا المقشر. دابا غادي نديرو التونر وغادي نابليكيوه على البشره مزيان باش تساعد المسامات تولي تنست وتبقى البشره نظيفه، لان راك عارفه من يكونوا المسامات محلولين كتكون معرضه للبشره. هذا عباره عن ماذا؟ هذا التونر فيه الالوفيرا بحال الجلد كنحتاجوه. ايه انت كتشوفي مزيت. هذا كنعطيوه للناس اللي عندهم البشره ناشفه بزاف وخدامين مثلا، وكتحتاج انها دير ليكرون الوغ ما عندهاش الوقت باش انها غادي تغسل وجهها عاد وتابليكي ليكرون، الوغ كنعطيوها التونر كينقي البشره مزيان، وتقدر تستعمل ليكرون فوق منه، لان راكي عارفه ما
منقدوش نديرو ليكرون على واحد البشره اللي موسخه. مزيان حتى هو كيعطي واحد النضاره للبشره وكيرطب البشره وكينقيها. وهنايا كنديروه من مور القماش باش يساعد المسامات تولي مسد، كيعطي واحد لابريونس. دابا غادي نستعملو كريم مونسترايزينغ، هذه فيها الالوفيرا، فيها الكولاجين. الناس اللي من فوق 30 سنه كتبدل النسبه نتاع الكولاجين، كتنقص في البشره ديال الوجه. الوغ كنستعملوا هذا الكريم اللي كترطب. ها انت هي لا كونتيتي، واحد النقيطه صغيره ما كنحتاجوش كميه كثيره نقيطات. وغادي تشوفي بان كي كتحس فاطمه اختي كاين لا ديفيرونس اختي، بحال اللي كنحسوا البشره رطبت وجبدت، ورا لا ديفيرونس بان لهم حتى هما طبيعه الحال. عاد هما خليناش القماج، واه انا راني زربتها شويه فاطمه راه مزروبه سي بيان، دوماج ما خليناش القماج. قالت لي 20 دقيقه، حنا خلينا غير 10 دقائق. انت شتي باقي مازال ما يعني راه كميه قليله كتسرح لك كامله. يعني الناس اللي كيقولوا لي لي برودوي غاليين راه كتجلسوا مده طويله لان كونسونطري وطبيعيين. كتشوفوني البنات هاني هاني شوفوا كاين لا ديفيرونس اختي، كاين البشره ولات كتبري. ودابا اخر حاجه غادي نستعملوها اللي هي ليكرون. غادي نهضر على يعني شنو درت في الاول. في الاول نقينا الوجه بالصابونه، وكاين الصابون السائل للناس اللي عندهم البشره جافه. من بعد استعملنا المقشر طبيعي، وكما لاحظت فاطمه اختي يعني واخا مقشر ما كتحش بواحد الاحتكاك اللي كيضر البشره، ولا في حبيبات الجوجوبا اللي ما كتضرش البشره الناس اللي عندهم البشره رقيقه ساسه. من بعد الاكسفولياتور اللي هو المقشر استعملنا تونر. ابري تونر درنا الكريم ديال الكولاجين والالوفيرا، واخيرا غادي نديرو ليكرون. كاين مسائل اخرى اللي ممكن الكليانات تبغيها، كاين مثلا فلاغام، هذه سميتها الباقة الزرقاء لاغام بلو، ممكن تاخذ مثلا الكريم اليومي ديال الباقة الزرقاء. وكل واحد على حسب الاحتياج ديالو، يعني ماشي بالضروره تاخذ لاغام كامله، ممكن تاخذ غير ليكرون صابونه. الناس اللي محتاجين المقشر ياخذوا المقشر، الناس اللي محتاجين الكريم اللي فيها الكولاجين، يعني كل وحده وكل بشره غادي تشوف شنو الاحتياجات ديالها. بالنسبه ليكرون غادي تشوفوا عاوتاني الكميه اللي غادي ندير، كميه قليله غادي تكفي. قلت لكم ليكرون كتقد لكم بيت عام، يعني هاد التيوب هذا. شوفوا النقيطه اللي غادي ندير، يعني واحد الكميه اللي قليله. الناس اللي عندهم مشكل ديال حب الشباب راه كاين الحل، يتواصلوا معايا. الناس اللي عندهم الكلف كنستعملوا هذا الكريم ديال الكبريت العضوي، هي اللي كنخليو هاد يعني هذه كنعطيوها الناس اللي عندهم ليطاش مثلا في الوجه، او لا بزياده مثلا وقع هذاك المشكل تاع الكلف. ولا البنات اللي يجيو عندك تعرفي المشكل ديالهم طبيعه الحال، يعني وغادي تعرفي واش غادي تدخلي لها في هاد لي سوان ياك اختي. بالنسبه للثمن تاع ليكرون 263 درهم. بالنسبه لهذه كريم كوكولاجين كدير 23000، وراه كاين لي كادو. الناس اللي بغاو يستغلوا هاد الفتره نتاع الصيف وياخذوا ليكرون، اولا اي منتوج على حسب الاحتياج ديالهم راه كاين لي كادو.
الله يعطيك الخير اختي رشيده، الصحه والراحه اختي فاطمه، واخا الوقت يعني ما خليناش سهيلي وادي ما نجي عندك نجي مزروبه، ولكن ماشي مشكل، الله يعطيك الخير، راها النتيجه ما شاء الله كما كتشوفي. الله يبارك فيك، انتم البنات نقد غير فرانسيون. انتم اخواتي باش تشوفوا، المهم راه الحمد لله داك الشيء عطى النتيجه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني البشره راها ولات نقيه، خرجتيني بقوصه. الصحه والراحه. الله يسلمك. الصحه والراحه فاطمه. المهم انا عجبني راسي البنات، نتمنى ان شاء الله انكم تزوروا رشيده. طبعا كما قلت لكم راه دايره لكم بروموسيون زوينه في هذا الصيف هذا، نستغلوا العيد الكبير ونستغلوا كذلك العراسات ان شاء الله. الحفلات والعراسات والله يسخر ان شاء الله. وبعدا بمناسبه من هذا المنبر كنشكر كل وحده تواصلت معايا واللي تواصلوا معايا من ديال اسبانيا واللي من هنا، مرحبا بكم والف مرحبا. والبنات الجداد اي واحد من طرف فاطمه راه الله يستر امرك، لا راه كتوسي وتعاود على بناتها استفسار ولا شي حاجه يبغيو يفهموا كلش، ما تخليش عليهم كما العاده ديالك، وان شاء الله هكا حتى هما يتشجعوا ويجيو يخدموا معاك، وعلاش لا يكونوا كلياناتك. اللهم يسر امين للجميع ان شاء الله. خواتاتي نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو راه كان مفيد الصراحه، نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى يكونوا خفاف ضراف على قلوبكم انا واختي رشيده. وشكرا لك على مرحبا اختي فاطمه، شكرا لك رديتيني بوكو. لا ولا الله يحفظك اختي رشيده، مرحبا والف مرحبا، تسالي كل خير اختي فاطمه. خير اختي بارك الله فيك، الله يسر لك امرك. وهنايا الفيديو ديالنا وصل لنهايته خواتاتي، نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء.